ما هو موقفك أي قرار تتخذ اليوم في ناس بتتخذ موقف الكراهية والعداء ليسوع المسيح مع أنهم لا يعرفون الهدف لرسالة المسيح مثل هيرودس الملك وفي ناس بيأخذوا موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث مثل الفرسيين والكتبة لما سألهم هيرودس لم يكترثوا أن يروحوا لبيت لحم يفحصوا عن هوية الصبي المولود لكن العديد من الناس وبتأمل أنك تكون واحد من هؤلاء الشهود أو الذي يشاهد أنك تأخذ موقف الرعاة الذين جاءوا مسرعين بفرح وسجدوا ليسوع أو المجوس الذين جاءوا وسجدوا ورجعوا إلى بلادهم بفرح عظيم أنا أدعوك اليوم أنك بالفعل تقرر المسيح مش مجرد إنسان عادي أو نبي أو ملك مع أنه هذا كله صحيح لكن المسيح هو ابن الله هو المخلص الوحيد هو الطريق والحق والحياة واليوم أحبائي هذا الموقف مهم جدا موقفك بحدد مصيرك وبحدد أبديتك في فترة الميلاد ما هو موقفك من يسوع المسيح أنا بصلي من كل قلبي ان اليوم يكون في خلاص في حياتك انت وبيتك وتصلي تقول انا مش عاوز اكون بس مجرد بسمع كلام لكن بفعل افعال وسلم حياتي لهذا الملك لهذا المخلص شخص الرب يسوع المسيح